باتت مشاهد الانفجارات في الريف الشمالي لحلب حدثا روتينيا وخبرا ثابتا لا يغير من صيغته إلا اختلاف الزمان والمكان. الله أكبر. تستمر موجة الفلتان الأمني رغم عشرات الحواجز المنتشرة على الطرقات حتى بات يفصل بين الحاجز والحاجز حاجز آخر، لكن لا فائدة من ذلك سوى إرهاق الناس وإذلالهم على الطرقات. تتصدر مدن عزاز وعفرين والباب قائمة المدن الأكثر استهدافا بالتفجيرات وعمليات الاغتيال والفوضى الأمنية التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي. أسباب كثيرة أدت وما زالت تؤدي لهذا الفلتان الأمني الذي يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء دماء وأرواحا وفلذات أكباد. ولعل أهم تلك الأسباب التعدد الفصائلي وانعدام الهيكلية المؤسساتية الواضحة وغياب التراتبية المنضبطة رغم إعلانهم الانضواء تحت قيادة الجيش الوطني، لكنه إعلان لا يعدو كونه حبرا على ورق. 120 سلاح رجال سلاح عتاد الرائد سامي خطاب. ضعف الأجهزة الأمنية وهشاشتها بسبب إبعاد المختصين من الضباط والعناصر المنشقين وأصحاب الكفاءات واعتمادهم على قيادات وعناصر غير مؤهلة برتب وهمية ودورات أمنية لا تتعدى البضعة أيام، فضلا عن غياب الدور القضائي الحازم غير القادر على الردع والعدالة وامتناعه عن إصدار أحكام قضائية صارمة بحق المتورطين في تلك العمليات، مما شجع غيرهم على ارتكاب الجرائم لشعورهم بسهولة الإفلات من العقاب. ناهيك عن الانتشار الواسع لظاهرة التهريب والمعابر غير الشرعية على خطوط التماس، الأمر الذي يسهل من عملية إدخال السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والإبقاء على الفوضى الأمنية. هذه الأسباب وأسباب أخرى كثيرة فتحت شهية الخصوم الثلاثة لتنفيذ أجنداتهم وعملياتهم الانتقامية في بيئة يرونها الأكثر ملائمة لتصفية الحسابات. رغم مئات المفخخات والاغتيالات والعبوات الناسفة وبحر الدماء المستمر، إلا أن قائدا واحدا من هؤلاء لم يكلف نفسه عناء الاستقالة أو إفساح المجال لأهل الخبرة والاختصاص. نجوم وأوسمة خلبية وأسماء رنانة لأقسام وأفرع ومؤسسات هلامية أثبتت فشلها الذريع، وبات جل ما تفعله التضييق على المدنيين وملاحقة أموالهم وأرزاقهم بينما تسرح المفخخات بين المدن والأحياء. ما فهموا قلع عبده ومشينا بلش ضرب أخذوه. يقول الأهالي هناك إنه لا أمل بوجود حل للفلتان الأمني بوجود أولئك الأشخاص المتربعين على عرش الفشل والمتمسكين بمكتسباتهم وميزاتهم الشخصية على حساب دماء وأرواح الأبرياء.